قال بالمناسبة في القانون يعترف بوقت الطلاق من تاريخ توثيقه ولا تاريخ إلقاء اليمين؟ جميل، ده سؤال حلو. شوف الفقهاء جميعا قالوا مجرد التلفظ باللفظ الصريح للطلاق بشروط الطلاق وضوابطه يقع الطلاق فورا، بغض النظر عن تاريخ توثيقه يعني. ايوه تمام. ايوه، في سؤال تاني هنا، مسألة الخلع. الطلاق بيترتب عليه حقوق وضوابط شرعية وقانونية، تمام. هل تترتب على الخلع برضو نفس عدة ونفس الضوابط ونفس الشروط؟ جميل جميل. هقول لسعادتك ايه الحقوق اللي بتترتب على الخلع والتي تشبه الطلاق العادي. نعم. اولا، المرأة شرعا وان كان ذلك لم يفصل قانونا حتى الان، وللأسف الشديد القانون المشروع اللي احنا بنتكلم فيه ده لم يدخل تعديلات على المادة الواحدة اللي هي المادة 20 اللي عملت الخلع. اللي هي ده عوار بقى ولا ايه يا دكتور؟ ايوه، عوار عوار فعلا. ويجب تعديله. يا حد صرخة جميلة يا دكتور. انا عندي بحث وانظر فيه الى مصالح الطرفين وليس الى طرف وحده. بتقول ايه المادة؟ الخلع ومدى سلطة القاضي في إعادة توصيف دعواه، عنوان البحث كده. يعني إيه إعادة توصيف دعواه؟ ممكن القضية تبقى مرفوعة خلعا والقاضي يقول ما نش هنزورها خلعا، الست بتقول إنه بيضربها والضرب ليس من أسباب الخلع، ده تطليق، تيجي الجلسة الجاية عشان أنا أبقى بدايرة التطليق فتثبتي لي الضرب وكذا وكذا، هقول لك أنت طالق، مش هقول لك أنت مخلوع. هو الخلع مش عشان بيشخر؟ الزوج بيشخر؟ بيشخر وبينيم، مش ما بيعرفش ومش راضي ينيم الكلب في السرير معاه. الخلع نفسه له ضابط في الشرع؟ ايه ايوه. مش بمزاجها كده تخلع؟ الضابط الرئيسي في الخلع مش بمزاجها؟ لا، الضابط الرئيسي في الخلع الذي ذكره كل الفقهاء هو الكره النفسي فقط. عندما تعجز المرأة عن إيجاد دليل مادي تطلب به التطليق تلجأ إلى الخلع، والشرع احترم نفسيتها وقال ما دام بتقول مش عايزاه على الزوج الكريم الشجاع الذي يتصم بالرجولة أن يمنحها الطلاق أو الخلع. ما دام بتقول اخلعني مش عايزاك ليه؟ ايوه، ما في احتمالات كثيرة، ضعيف، لا يستطيع المعاشرة التي تريحها. بس في أحد المذاهب طالما أنجب خلاص تدرأ، يتم طرق هذه الدعوة مخلف بقى خلاص. لا أنا مش مع الأمانة، ما أقول لحد في يمكن حاجات يمكن بتكذب يا دكتور. لا، في العيوب الزوجية أنا معاك في الحتة دي. أيوة. لو أبو حنيفة له رأي أنا مش معاه فيه، بيقول لو إن الراجل نجح في معاشرة زوجته مرة واحدة بعد العقد لا حق لها في أن ترفع دعوة الطلاق لعدم المعاشرة. قال لي مرة زي 20. انت مش موافق على مذهب؟ لا طبعا. لا لا لا، مش ممكن هي كذابه. اصل مع تطور، حتى لو كانت كذابه عذر طلع يعني عادي. مع تطور الطب اصبح المساله دي اثباتها سهل جدا. بس دي اهانه برضو للزوج يا دكتور. ما هو بتبقى جلسات نكشف عليك وبتاع، بتبقى جلسات يعني سريه ما دام الراجل مش عايز يلولها عشان واحده خرقاء يعني بتتهمه كذب. هو خلينا اصل قاعده مع حضرتك يا دكتور.